بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزول في الاول، مرحبا بكم، بيافوني سيغ لا شان ميليسا كاينه. اليوم كيما راكم تشوفوا حنديروا شطيطحه لحم هايله هايله على اصولها. هنا كيما راكم تشوفوا عندي كميه تاع لحم بقري مقطع اون بوتي كوب، يعني كيما راكم تشوفوا كل وحده تقطع اللحم كيما تحب، تحب تقطعو خشين كبير صغير كل وحده وطريقتها. نسحقوا هنا بصله صغيره مرحيه مليح، ونسحقو حميصة، كمية تاع الحميصة مشمخة، نسحقو راس تاع التوم، نسحق هنا كمية تاع لا فيوند هاشي باش ندير معاها دي بولات. تقدري ديري تزيديهم تقدري ما تزيديش، بصح باش تجي شتي طحال الحم الله الله تزيدي لها كلك بولات تجي غويال. وهنا عندي كمية تاع المعدنوس، هنا عندي السمن، هاديها شوية سمن شوية زيت ونبداو بسم الله. الوغ في البداية نحط شوية تاع زيت هكا، منكترش باسكو حنزيد نحط السمن. السمن نديرو غير شويه يطلق البنه هكذا، نص مغرفه برك هذا ما كان، نحطو فوق النار. هنا نحط السمن والزيت فوق النار، ونجيب البصله اللي رحيتها رقيقه. الو هنا قبل ما نحط البصل، هنا عندي بصله ملحيه نحي منها هكا قيس مغرفه كبيره هكذا، يعني ماناش حنحطو كمية تاع بصل كبيرة في المرقة. هاي ليك هادي نحطها في لاصوص، واش نزيد عليها؟ نزيد عليها الماء تاع البصل. هاي ليك الماء تاع البصل هو اللي حيزيد لي بنة كبيرة لهاد لا فيوند هاشي. فوالا سي بوغ سا قلتلكم البصل لازم نرحوه باش نستخرجوا هذاك الماء تاعو، وهذا نخلوه للدوزينه تاعنا. نروح نبدا نقلي اللحم ورا الفلاش. دركا واش راح ندير؟ عندي هنا اللحم تاع شطيطحه هاوليك، دركا ندير له مجموعه تاع التوابل اللي هي قبل ما نقليه. هايك نحطو شويه تاع الملح، نحطو له فلفل كحل هكذا، نحط له شويه تاع فلفل كحل ولا فلفل ابيض اللي عندكم. فوالا نحط له شويه تاع القرفه، دونك درنا دو سيل بوفر نوار ان بو دو كانيل هكا. عندي نزيد نحط عليه، نديرو له شويه تاع سكنجبير ما نكترش، نحط له شويه تاع ونحط عليه هكا شويه تاع جوز الطيب. فوالا يعطي له بنه هايله. دوكا هنا كل واحد كيفاش يحب يدير شطيطحة، الا حد ديرولها ديروها حمراء ديرولها شويه فلفل عكري، الا ماكوش حد ديروها حمراء ديروها بيضاء ما ديروش فلفل عكري. فوالا نخلط هاد لي زيبيس في اللحم، اذا كان قدرتو ديروهم من قبل وتخلوهم يزيدو يطلقوا تما البنه تاعهم، والا ديروهم هكا. دوكا راح نحط اللحم تاعي ديريكتومون في القدره. فوالا ونهبط اللحم يتقلى. بسم الله. نخليه يتحمر شويه، ونرمي عليه الكميه تاع البصله، ونرمي عليه راس تاع الثوم. هنا عندي كما قلت لكم راس تاع الثوم هاوليك سكرفشتو، هذا حنزيدو في لاصوص، ونقصت منه حوالي 3 ولا 4 سنينات. حنديرهم هنا في لا فيوند هاشي مع البصل مع هذاك الماء تاع البصل، ونزيد نحط له لي زيبيس اللي هما كيف كيف. نزيد نحط شويه ملح، ونحط شويه فلفل كحل فوالا، ونحط شويه تاع القرفه شويه ما نكتروش القرفه، لانه انا حنديرها شطحه لحم بيضاء، اذا كان حد ديروها حمراء ما ديروش القرفه ديرو فلفل عكري. فوالا هذه هي، نطمهم كامل نعجن هاد دوك نولي لها. دوك نعاود نولي للقدره نحط لها الثوم، قبل هذا نحط المعدنوس هاوليك، ونزيد نروح نولي القدرة هاوليك اللحم يتقلى. فوالا شطيطحة اللحم، واش تحب شطيطحة اللحم نحطو لها البصلة، البصلة ما نكتروش هكذا كمية تاع بصلة صغيرة كيما شتو قسمتها، حطيت لا فيوند هاشي وحطيت هكا لاصوص. نزيد نحط عليها
راس تاع الثوم، تحب الثوم حط عليها لي بوا شيش، لو لاي، لونيون، لي بوا شيش، الحميصة. نزيد نكمل نقلي، وهنا واحد الريحة راهي تطلع يعني فريمون هايلة. نزيد لها كمية تاع المعدنوس ونقلي كلش هكا، نخلي كلش يميجوتي. هاي لك المرقة بدات تبان هنايا، هذا البصل يطلق عليها، الماء تاع البصل، المعدنوس، التوابل، الحميصة والثوم. فوالا نخليها تتقلى مليح، ونحط لها شوية تاع الماء يغلي ولا الماء سخون باش نخلي اللحم دابا هو الأول يطيب. نديرو العين، نجي هنايا لا بيون داشي، هاي ليك واش نزيد عليها، راهي هنا فيها شوية تاع الماء هذاك تاع البصل، نحط عليها هكذا مقدار تاع مغرفة، هكذا مغرفة معمرة تاع النشا، ونلم لا بيون داشي. هلا انا هنا دوكا نقعد نعجنها يعني هكا، نطمها حتى تولي لي نحسها كامل يعني متجانسة، نحسها شغل اون بات. هلا ودوكا نبدا نشكل لي بتيت بولات. هاي ليك شتيت تاعنا اللحم راهو مازال يطيب في التقلية تاعو، صدقوني هنايا الريحة تاع الفتحة تاع اللحم تاع العرس فغيمون بنتها هايلة، كي تخلوها هاكا تتقلى يعني طيب غير في هاديك التقلية تاعها. هاي ليك دركا، هاي ليك لاصوص بدات تبان دركا، باش نحط لها الماء يكون يغلي، حطيت دولو بويونت هاكا، نغطي اللحم ونغلق عليه، نخلي اللحم راح يطيب. اللحم راهو مقطع صغير فما واش حياخذ لي وقت كبير، حوالي 30 دقيقه. انا حنغلق عليه لا كوكوت ان دميور ونعاودو لي ان شاء الله. انا هاي ليك انا حليت عليها بعد نص ساعه، هاي ليك شوفوا شوفوا اللحم تاعنا هو طاب طاب زبده، يبقى لي نزيد له شويه قبل ما نزيد له نحط معاه لي بولات تاعنا هاملك لي قلت لكم نزيدوهم في الاخر، يزيدو يعطوني بنه لهاد لو بلا. تحبوا ما تزيدوش لي بولات ما كاش مشكل، يعني الحين يزيدو في البنه يزيدو في المنظر تاعو. قبل ما نحط لي بولات نقص النار، لازم تهدى النار ونحط لي بولات. ونحركهم هكا باش ما يتهرسوليش، نفد غير القدرة هكا ونحركها هكا، نزيد نخليهم يطيبوا بالعقل حوالي ربع ساعة، ونطفي على شطيطحة اللحم تاعنا تكون واجدة بعد ربع ساعة ان شاء الله. على شطيطحة اللحم هاي ليك راهي واجدة كيما شفتو، فريمون جات بنينة، نشهدكم فيها ان شاء الله. تبعوا الوصفه كيما درتها لي زيبيس تاعها، كاينه برك اذا حبيتوا ديروها حمراء كيما قلت لكم ديروا فيها الفلفل العكري، والا سطح اللحم يعني بيضه هذه هي على اصولها عصره تاع القارص من الفوق. نتمنى ان شاء الله انه تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم اللي كانت سطح اللحم، ونقول لكم تهلاو في روحتكم ميليسا تاع لا بروشان، يعطيكم الصحه، تنميرت.